مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحادثة سير للأسف الشديد أن السيارة دخلت في كيف ما كتشوفوا هذا العمود ديال الكهرباء، وهذا الشيء راه خطر، كيشكل خطر على المارة، وخصوصا أن هذا الهطول ديال المطار مع الخيوطة ديال الضوء. منطقة الهراويين الله يرحمنا يا رب هذا الشيء. وهذه إذن يا ربي السلامة، كنتمناو أن السلطات تجي تحيد هذه الكارثة هذه اللي كاينة هنايا، حنا المسؤولين يجيو يحيدوا هذا العمود الكهربائي هذا، لأنه تيشكل فعلا تيشكل خطر.